السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي لغات في قناتكم لتسيلير. عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مس خلود، والنهاردة ان شاء الله معدنا مع التقييمات الأسبوعية، التقييم السابع لمادة الساينس. فيلا بينا نبدأ جريد 6. التقييم السابع هنبدأ به أو النموذج أو 7A. التقييم بيقول complete the following our questions. questions 1 gravity attract any object that has، طبعا الجرافيتي بتعمل انجذاب او بتجذب اي جسم يكون عنده ايه ماس او عنده كتلة. number 2 when the turbines، التوربينات بتاعت الرياح، need نقط بتحتاج لحاجة to produce electricity علشان تديني كهرباء. طب الويند تيربين بتحتاج لايه؟ للويند فورس او لقوة مين؟ الرياح. ويند فورس ان الرياح يكون عندها قوة، والقوة دي تحرك بقى مين؟ الويند تيربينز. نمبر او question 2 write what the following statements refer to او write the scientific term. number 1 the force of earth which attracts all objects on its surface to its center. ايه القوة اللي في الارض اللي بتجذب كل الاجسام الى السنتر بتاعها؟ طبعا دي الجرافيتي. الجرافيتي او قوة الجاذبية هي اللي بتجذب كل الاجسام الى السنتر بتاع الارض. number 2 the materials that allow the electric charge to flow through. ايه المواد اللي بتوصل الكهرباء او بتخلي الكهرباء تمشي جواها؟ طبعا الجود كوندكتور، الجود كوندكتور او الالكتريك كوندكتور، جود كوندكتور او الالكتريك كوندكتور، تمام؟ الاثنين زي بعض. اوكي نمبر question 3 give reason، اديني سبب. electric generator have great importance in our life. ليه الجنريتور هو مهم جدا في حياتنا؟ هو بيعمل ايه؟ هو بيعمل جنريت للالكتريستي. because it generate يعني بيدينا electricity، بيدينا كهرباء، تمام؟ طب number 2 cobalt and nickel are considered as magnetic material. للكوبالت والنيكل بيعتبروا مواد مغناطيسية، ميس لانهم بيعملوا attracted مع الماجنت، لانهم بينجذبوا او بيتشدوا لمين؟ للماجنت. because they are attract مين؟ to magnet، لانهم بينجذبوا للمغناطيس. question 4 what happened، ماذا يحدث لو the distance between an object and earth center increase. احنا قايلين ان عند الجرافيتي دي لها صديق ولها عدو. distance هي العدو بتاعها، اما الصديق بتاعها فهو الماس. كل ما distance زادت كل ما الجرافيتي لحظة الله قلت. تاني كل ما distance زادت كل ما الجرافيتي اللي حصل لها قلت، لانهم بيبعدوا عن بعض انهم اعداء. يبقى the gravity، الجرافيتي وال A will decrease، هيحصل لها ان هي ايه؟ تقل. اما لو جاب لك mass حصل لها increases، يبقى الجرافيتي ساعتها برضه هيحصل لها ايه؟ increase. number 2 في what happened the switch is turned on. لو انا عملت او فتحت عندي السويتش بتاع الالكتريك سيركت، طبعا لو انا فتحت السويتش يبقى الكهرباء عندي هتمر، والالكتريك سيركت هيمر جواها ايه؟ الكتريك كارنت. يبقى ذا الكتريك كارنت، ذا الكتريك كارنت تيار الكهربي والفلو هيمر عندي فين؟ في الالكتريك سيركت، ان ذا الكتريك سيركت. ولو عندي اي ديفايس الديفايس ده ايه؟ question 5 classify the following material، يعني قول لي الماتيريال دي هل ماجنتيك ولا نون ماجنتيك. اوكي طبعا البلاستيك سبون طبعا دي ايه؟ نون ماجنتيك. البلاستيك
سبون طبعا من الماتيريال اللي ما بتنجذبش لمين؟ للماجنت. بيس اوف جلاس برضو نفس الفكره نوت اتراكتد للماجنت. اوكي طب كبر واير طبعا الكبر واير عندي من الحاجات برضو اللي مش بتنجذب للماجنت فتبقى نون ماجنتيك. اما الايرون نيل فهو الحاجه الوحيده من اللي مديهاني ماجنتيك ماتيريال. اوكي كده خلصنا بقى ايه اول نموذج. نموذج نمبر بي questions complete. نمبر 1 magnet can be made of iron هو مصنوع من ماده ايه. 2 generators convert mechanical energy الجنريتور بتحول الميكانيكال طبعا لالكتريكال ايه انرجي. هنكتب هنا لطاقه كهربائيه electrical energy. question 2 write what the following statements refer to. نمبر 1 the materials that are attracted to the magnet الماتيريال او المواد اللي بتنجذب للماجنت طبعا اسمها ماجنت ماجنتيك ماتيريال. نمبر 2 the materials that allow the electric charge to flow through لسه حليناها فوق اسمها الكوندكتورز او الالكتريك كوندكتورز. question 3 give reason cobalt and nickel are considered as magnetic material لسه حلينا فوق because they are attract to magnet لانهم بينجذبوا لمين للماجنت. number 2 when a ball is thrown into the air يعني لما نمسك كوره نرميها لفوق it will stop moving upward and then fall down ليه هي بتقع ده طبعا بسبب مين الجرافيتي because the gravity force attract it الجرافيتي بتعمل لها بول او بتعمل لها attracted او بتسحبها ممكن تعمل cancel لكلمة attract وتكتب كلمة ايه بول it اهي. نمبر او question 4 what happen if put the iron nail حطينا مسمار at the 0 centimeter of the ruler and put the magnet at the other end of the ruler طبعا ده بيعتمد على المسافة بتاعت المسطرة لو كانت المسطرة كبيرة تمام ولو كانت المسطرة صغنطوطة لو كانت المسطرة صغنطوطة الماجنت هيقدر يأثر عندي على الايرون نيل ويعمل له اتراكت طب لو كانت المسطره طويله لا ساعتها مش هيقدر بقى الماجنت يقدر يعمل اتراكتد لمين للماجنت للايرون يبقى هنكتب if the ruler if the lens لو الطول بقى of ruler is low يعني كان صغير the magnet attract تركت مين؟ The iron nail والعكس طبعا لو كان اللينس بتاع رولر كبير The magnet not attracted مين؟ The iron nail. Number 2 The distance between the object and the center of the earth decrease لسه نفس السؤال اللي فوق احنا قلنا The distance عدوة للجرافيتي لو The distance قلت الجرافيتي ايه هتزيد يبقى The gravity between the object ما بين الأجسام والإيه والإنكريز هتزيد. question 5 عايز يعمل classifying للماتيريال magnetic material و non-magnetic material طبعا الوود wooden clip يعني مشبك من الخشب طبعا ده non-magnetic wooden clip طبعا non-magnetic metallic بيبر كليب لا الميتاليك ده بينجذب لمين للماجنت ميتاليك بيبر كليب كبر واير طبعا نون ماجنتيك اللي بعد كده ايرون نيل طبعا ماجنتيك ماتيريال ايرون نيل كده بقى خلصنا نموذج بي نموذج سي question complete The pattern that iron filings make near the magnet is the outline
of its. طبعا لما بجيب iron filings احطها حوالين magnet بتعمل لي مجال المغناطيسي او الماجنتيك فيلد، المنطقة اللي بيأثر فيها مين؟ الماجنت، ماجنتيك فيلد. نمبر 2 electric energy، الطاقة الكهربائية. transfer، بتنتقل to the devices that are powered by the electricity through، من خلال الواير او الالكتريك وايرز. تمام. the two factors that affect the force of gravity، او بتأثر على gravitational force، طبعا الماس and distance. الماس والديستانس هما اللي بيأثروا على الجرافيتي، واحدة صديقة الجرافيتي اللي هي الماس وواحدة العدوة بتاعتها. number two the most common tool that people use to open and close a circuit، الناس بتستعمل ايه علشان تقفل وتفتح الكهرباء؟ طبعا السويتش. questions 3 جفريزون gravity and magnetism are different from the other forces، ليه؟ لان الجرافيتي ما عندهاش غير فرصة واحدة اللي هي البول فورس، اما الماجنتيزم فعنده بول فورس and repulsion force. the gravity has pull force only، مش عندها غيرها، but الماجنتيزم has pull and push force، عندها الاثنين. number two wood and copper are not attracted to the magnet، ليه الود والكبر مش بينجذبوا للمغناطيس؟ لانهم non magnetic material، because they are non magnetic material. question 4 what happen if the mass of an object increase، قلنا الماس صديقة للجرافيتي، هي زادت يبقى الجرافيتي هتزيد، يبقى the gravity. number 2 the switch is turned off، اللي سويتش اتقفل بقى، يعني ايه turned off؟ يعني كأني فصلت الدايرة، يبقى the electric current مش هيقدر يمر. the electric current will not flow، will not flow مش هيمر بقى فين؟ in electric circuit. ولو عندي جهاز، الجهاز ده هيفضل ايه؟ turn off. تمام. هنا بقى classify magnetic part و non magnetic. ال wooden clip حلناها، طبعا دي non wooden clip، طبعا حاجة خشبية non magnetic. copper wire non magnetic. plastic spoon non magnetic. فيش غير الايرون نيل اللي هو ايه؟ magnetic material. وبكده بقى grade 6 نكون خلصنا التقييم السابع لمادة الساينس. اشوفكم الاسبوع الجاي في التقييم الثامن ان شاء الله. استنونا باذن الله اعمل لكم التقييم السابع في مادة الماث. باي باي، مع السلامة.